إذن لمناقشة عمليات التغيير الديموغرافي التي يشهدها العراق والتي كان آخرها تهجير أهالي قرى ناحية مكحول، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. يعني إذا كان تبرير الحكومة في تهجير الأهالي من قرى ناحية مكحول لم يكن مقبولا، لماذا تستمر في تهجير الأهالي من قراهم سواء تحدثنا عن مكحول أو عن غيرها من القرى والنواحي؟ السلام عليكم بالبداية وتحياتي للجميع. حقيقة هي هذه العمليات التهجير القسري الموجودة في العراق والمستمرة دائما من 2003 ولحد هذه اللحظة هو تهجير قسري وممنهج من قبل الحكومة العراقية ومسير من قبل إيران. هذه العمليات التي تجري في الوقت الحاضر في العراق هي عمليات تبديل ديموغرافي للمناطق العربية الأصيلة التي سكنت المناطق، ولهذا السبب هي تقوم بهذه العملية وتدعي الحكومة العراقية بأنها مناطق غير آمنة. هذه واجب الحكومة العراقية أن تقوم بهذا البرنامج وتعتمد على الأمن والشرطة والجيش أنه يحمي المواطنين، ليست بتهجير المواطنين. هذا ما يحدث في العراق مع الأسف بعلم الحكومة العراقية وبدراية ومعرفة من كل الجهات المسؤولة في العراق والجهات الرسمية الدولية واضحة لهم هذا الموضوع. أستاذ ضياء، إذا كان إخلاء القرى هي موضوع تغيير ديموغرافي، يعني من وجهة نظركم من الذي سيسكن في هذه القرى وفي هذه المناطق؟ هذه العملية مدروسة من قبل الحكومة العراقية وهم الميليشيات التي تهجر المناطق، وحسب ما تدعي الجيش العراقي اللي هو الذي واجب عليه أن يحمي المناطق يقولون للمواطنين احنا نؤمن خروجكم من القرية. يعني أنا أستغرب من هذه التصريحات، يعني هل معقول أنتم تؤمنون الخروج المواطنين من سكنهم ولا تؤمنون المواطنين أنه يسكن في القرى؟ هذا ما يحدث. حتى المخيمات الموجودة للنازحين هم يريدون يعودون إلى قراهم، ولكن الحكومة العراقية ترفض هذا الموضوع وتقول المناطق الموجودين القرى الموجودة هي قرى غير آمنة. يعني إذا 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 هذا يعني العملية ممنهجة، أنا نعم. أتوقع وتوقعات كل المنظمات الحقوقية الموجودة في العالم أنه التهجير القسري وبعدين يجي النزوح لهذه المناطق وإسكانهم بسكان ليست من هذه المناطق. هذا هو الذي يدور في العراق، مثل ما حدث في قرى سنجار وإلى آخره، لأنه سنجار لم تعود كل القرى، كل الناس النازحين لم يعودوا إلى سكنهم، وإنما عودوا إلى سكنهم من قرى أخرى ومن مناطق أخرى تابعين لهذه المنطقة، وحتى من 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 تركيا دخلوا أكراد وسكنوا في هذه المناطق. حقيقة هذه العملية ممنهجة، وأنا أتوقع التمديد الديموغرافي مع الحدود العراقية الإيرانية هو هذا المنهج المتبع في الحكومة العراقية والميليشيات المسيرة من قبل إيران. طيب أستاذ ضياء، على لو تحدثنا عن الخطط المرحلية في مسألة التهجير الطائفي الذي يطال عدد من المناطق، التغيير الديموغرافي في العراق شهد مراحل كثيرة، حلقات متسلسلة استهدفت مناطق واسعة، ولكن هذا التهجير هل هو ممنهج؟ يعني بمعنى آخر، هل يأتي بخطط مرحلية أم بشكل فوضوي أستاذ ضياء؟ ابدا ولا فوضوي. هذه المواضيع لو واحد يضع الخارطه امامه ويدرس القرى التي رحلت من هذه المناطق اذا كانت في المقداديه او في المناطق الاخرى، والاعضاء البرلمان الموجودين في دياله يقولون هذا الشيء، انه العمليه ممنهجه، قاعد يناشدون الحكومه العراقيه، ولكن الحكومه العراقيه لا تصغي حتى للنواب انه يستمعوا الى ارائهم ماذا يحدث في هذه المناطق. إذا العملية ممنهجة مدروسة. في موضوع الاعتقال أستاذ ضياء، تصنف المنظمات الحقوقية عمليات الاعتقال التي تطال الأهالي في بعض المناطق المعينة في العراق
بأنه اعتقال طائفي، لكن السؤال ما الذي يجعل تلك الاعتقالات توسم بالطائفية؟ ما الدليل على ذلك أستاذ ضياء؟ الدليل على ذلك أنه الاعتقالات العشوائية التي تحدث اللي يسموها اعتقالات احترازية حسب ما تدعي الحكومة العراقية، وهذه الاعتقالات الاحترازية تقوم على أسس طائفية وأسس من المنطقة نفسها، يعني يعتقلون شباب المنطقة ورجال المنطقة، إخلاء المنطقة من السكان البشر الأصليين. يعني العملية كيف نتوقع إذا ما تكون العملية مدروسة؟ يعني الاعتقالات، يعني كيف ما يتهمهم بالطائفية إذا هذا يعملون هذا الشيء وبصيغة واضحة؟ لازم تكون وراها طائفية لهذا السبب. أستاذ ضياء، هناك نواب عن محافظة ديالى يقولون إن عدم حسم عودة مهجري قرى المقدادية وصفوه بأنه يعد تطهيرا عرقيا، لكن ما الواجب على المنظمات الحقوقية ومن ثم المجتمع الدولي فعله حيال هذا التصريح؟ حقيقة هو هذا تصريح قوي وتصريح يعني خطير، وعلى المنظمات الحقوقية ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تتبنى تصريح النواب في هذه المنطقة وتطرح هذا الموضوع، حتى في جنيف ممكن يطرحوه على حقوق الإنسان الدولية، وممكن أنه تأتي دراسة ولو هو هذا الموضوع مدروس من قبل المنظمات الحقوقية. يعني قاعد يناشدون، نعم قاعد يناشدون الحكومة العراقية بعودة اللاجئين بعدم نزوح القرى، هذه موجودة، ولكن الحكومة العراقية مستبدة بالرأي ومدعومة، حقيقة مدعومة من قبل إيران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الأمر لا يعنيها. إذا هجروا العراقيين من مناطقهم أو أسكنوا في هذه المنطقة غير السكنة الأصليين بالنسبة لهم طبيعية، يعني لأنه الموضوع ما يخصهم أصلا. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.